دكتور، برأيك من الخاسر بعد أشهر من هذه الأزمة الروسية الأوكرانية في ملف الطاقة تحديدا؟ هل روسيا نجحت باستخدام هذا الملف لاستغلال الدول الأوروبية والضغط عليها من خلال هذا الملف في ربما إحداث الضرر الأكبر؟ لأننا الآن عندما نتحدث عن المخاطر الناتجة من هذه الأزمة يأتي في بالنا وذهننا الدول الأوروبية التي تشهد الآن إضرابات وتشهد تضخم كبير غير مسبوق في السنوات الماضية. أرجو أن تسمح لي بدقيقة أو دقيقتين حتى أوضح هذه النقطة. روسيا هي الرابح الأكبر لأنها تملك أهم سلاح في العالم وهو سلاح الطاقة. روسيا هي عملاق الطاقة في العالم، والسلاح الذي تملكه مستخدم بشكل دائم. وطالما أن الطاقة هي التي تدير اقتصاد العالم وروسيا تملك هذا السلاح، فهو أقوى من أي سلاح هيدروجيني أو نووي. هذه ناحية. الناحية الثانية، الاقتصاد الروسي الذي كانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتوقعان أن ينهار لم ينهار، هو يزداد قوة. وبالعكس، الفائض التجاري الروسي أفضل من أي اقتصاد غربي حتى الآن. ثم أن التعامل التجاري بين روسيا والصين التي هي أكبر اقتصاد في العالم قد بلغ الذروة. عندما تشتري الصين 89 مليار دولار من النفط والفحم والغاز من روسيا، هذا يساوي 89% من كل ما اشتراه الاتحاد الأوروبي من غاز ونفط من روسيا طوال 2021. الخاسر الأكبر الآن وبعد سنوات من الآن هو الاتحاد الأوروبي الذي أصبح يعيش تحت أقدام الولايات المتحدة. قطاعات من اقتصاده بدأت تتوقف أو تغادر الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة وغيرها. ثم أن الولايات المتحدة تبيع الاتحاد الأوروبي الغاز السائل LNG بسعر يزيد عن 4 أمثال ما تبيعه لشعوبها. فهذا سيخلق شرخا كبيرا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وسيخلق شرخا كبيرا داخل الاتحاد الأوروبي.